مساء الخير أصدقاء المشاهدين، برحب فيكم بهالحلقة الجديدة من برنامج هلوم ورائي. رح نكون معكم لمدة ساعة ونص عبر شاشة سات سبعة، وبتقدروا كمان تتابعونا عبر مواقع التواصل الاجتماعي على العناوين اللي عم تظهر قدامكم على الشاشة. لما الله أعطى الشريعة لموسى وطلب منه ينظم حياة الشعب ويجهزهم للدخول إلى أرض الموعد ويعد الرجال اللي لازم يتجهزوا للحرب من عمر 20 سنة وما فوق، وكان الشعب مقسم ل 12 سبط أو عشيرة بحسب أبائهم على عدد أولاد يعقوب، بس في سبط واحد من الأسباط اللي هو سبط لاوي قال الرب لموسى هيدا السبط ما بيطلع للحرب، ولما بتتقسم الأرض اللي رح تمتلكوها ما بتعطوه نصيب، لأنه هيدا السبط رح يكون مفروز لخدمته ورح يكون أنا نصيبه. كل الأسباط ال 12 بيهتموا بأمور الحياة اليومية من شغل وحرب وزراعة ورعاية مواشي، وأما سبط لاوي فكانت شغلته أنه يهتم بالأمور الروحية وبكل شيء بيتعلق بعبادة الله. ما كان حدا بحق له يخدم بهيكل الله أو بخيمة الاجتماع إلا اللاويين والكهنة اللي هني كمان من سبط لاوي، فكانت خدمة الله محصورة بمجموعة وحدة أو فئة وحدة من الشعب. لكن باليوم اللي انصلب فيه الرب يسوع المسيح بيقول الإنجيل لما مات فصرخ يسوع بصوت عظيم وأسلم الروح وانشق حجاب الهيكل إلى اثنين من فوق إلى أسفل. يعني كأنه الله كان عم بيقول لكل اللي بدهم يقبلوا عمل المسيح ويمشوا وراه، الحاجز اللي كان فاصل بيني وبينكم بطل موجود وصار بإمكان أي واحد يدخل إلى محضري من خلال المسيح، وبطلت خدمتي محصورة بفئة وحدة من الناس، ولكن كل المؤمنين بعمل المسيح صاروا كهنة وخدام لإله. بيقول الرسول بطرس برسالته الأولى وهالكلام عم بيقوله لألنا: وأما أنتم فجنس مختار وكهنوت ملوكي أمة مقدسة شعب اقتناء لكي تخبروا بفضائل الذي دعاكم من الظلمة إلى نوره العجيب. فإذن أصدقائي، ما بقى حدا بيقدر يقول أنا مش مدعو للخدمة. كل مسيحي هو مدعو للخدمة الله، وكل واحد من موقعه. الليلة حديثنا رح يكون مع ضيف عم يحكي عن هيدا الموضوع، ومثل العادة رح يكون في إلنا وقفة بالفقرة مع ريم حتى نسمع منها فكرة روحية جديدة لليوم. مساء الخير ريم. مساء الخير أيمن. عن شو رح نحكي اليوم؟ اليوم رح كنا عم بحكي عن الحذر من الخطية اللي بيقول عنها الكتاب المقدس، الخطية الرابضة على الباب. الخطية الرابضة على الباب، رح ننتظر لحتى نشوف شو بدها تخبرنا اليوم ريم. وهلأ خلونا نبدأ حلقتنا بهالترنيمة مع الأسيس نور وفريق أرني مجدك، ومنستقبل من بعدها ضيفنا. أمين تعال يا يسوع.
يصرخ تعال أمين تعال يا يسوع. وحدك يا رب ألتمس برك تاركا خطيئتي رافعا لك الصلاة فجوعي وعطشي لبرك وارتوائي عندك. خذني ربي لقدس الأقداس شفتان المس بجمرك شفتان. ولا أجل وقت أصدقائي لحتى نستقبل ضيفنا بالاستوديو، بس مثل العادة خلونا نتعرف عليه سوا بهذا الريبورتاج. ضيفنا لليوم هو جو عيد، مدير البرامج بجمعية الكتاب المقدس بلبنان. ولد جو سنة 1985 بمنطقة جعيطة بكسروان، وتلقى دراسته بمدرسة مار يوسف بعينتورة كسروان. سنة 2003 انتسب لكلية الحقوق بالجامعة اللبنانية، وانخرط من بعدها بمجال خدمة الشأن العام والعمل السياسي. سنة 2007 بدأ يختبر حضور الله بحياته، ومن شدة محبته لله قرر يترك الحياة الاجتماعية ويدخل لحياة الرهبنة سنة 2008 ضمن الرهبنة المارونية المريمية. سنة 2010 التحق بجامعة الروح القدس بالكاثوليك لدراسة الفلسفة، وبسنة 2012 سافر لروما حتى يتابع دراسة اللاهوت هونيك. بسنة 2014 قرر الخروج من حياة الرهبنة وتمت سيامته شدياء بأبرشية صيدا المارونية، وبسنة 2015 بدأ خدمته كواعظ وابتدأ بتأسيس جامعات للصلاة بالكنيسة. سنة 2017 بدأ العمل كمدير للبرامج بجمعية الكتاب المقدس بلبنان، وأسس من خلال عمله بالجمعية أكاديمية للتفاعل مع كلمة الله. خلونا سوا نستقبل ضيفنا لليوم الشدياء جو عيد. الشدياء جو عيد، اهلا وسهلا فيك ضيف عزيز معنا بالاستوديو. اهلا وسهلا فيك أسيس. شكرا لك على تلبيتك الدعوه. مرسي. لما نقول شدياء في طبعا بعض الاشخاص التسميه الشدياء جديده عليهم، هي رتبه كنسيه صح؟ هي رتبه كنسيه، اول درجه من درجات الكهنوت الخدمه بالكنيسة الكاثوليكية، وخاصة موجود بالكنيسة الشرقية. ممكن ينعرف كمان أيضا بتسمية الشماس الرسائلي، هو ذاته يعني نفس الخدمة بيأديها الشماس الرسائلي والشدياء بالكنيسة الشرقية. وهو إذا بدك الدرجة الأولى اللي فيها وضع يد بالنسبة للكنيسة الكاثوليكية،
ومن خلالها بيقدر الشخص يكون بلش بخدمة المذبح، إن كان من خلال مساعدة الكاهن بالاحتفال بالأسرار أو من خلال الوعظ والتعليم، لأنه بيكون الشدياء هو الشخص اللي أكمل دراسة اللاهوت وبلش صار عنده خبرة بالحياة الرسولية أو بالخدمة الرسولية. جو اسمح لي عيط لك جو. ما بسألك. طبعا أنت تؤمن بأنه في محل معين حياة الإنسان بتتغير، يعني منه ما بيكون مسيحي لأنه خلق ببيت مسيحي. نعم. ياما أشخاص خلقوا ببيت مسيحي ولا عايشوا حياتهم المسيحية وما كأنه مسيحيين. فينا نتعرف عليك أكثر من طفولتك، كيف بلشت حياتك من أنت وصغير بالبيت، كيف كبرت؟ وخصوصي كمان بيلفت الانتباه أنه بقلب الريبورتاج مرق أنك انخرطت بالعمل بالشأن السياسي وبالشأن العام. نعم. فهالتحول اللي صار، خلينا نبلش من الطفولة، من أول ما خلقت وكيف تربيت بالبيت. أنا خلقت ببيت مسيحي، بس ولو كان مسيحي وفي إيمان، ولكن ما في هالحضور الكنسي، ما في التزام كبير بالكنيسة، ولكن تربينا على قيم، فينا نقول أنها قيم مسيحية، منا الغفران والمسامحة والتعالي عن الأمور الأرضية اللي ممكن تفوتك بمشاكل كتير مع محيطك. فربيت بهيدا البيت بهيدا الجو، عائلة متماسكة، عائلة محبة لبعض، عائلة بتوقف حد بعضها، وتلقيت دروسي كمان بمدرسة مسيحية، هي مدرسة مار يوسف عنتورة، ولكن كمان بالمدرسة حتى لو كانت مدرسة مسيحية وبعائلة مسيحية ما كان فيها اللقاء اللي بعدين رح يصير اللقاء الشخصي بالرب يسوع. طب انت وطفل من أولتك هيك هادي ورايق ولا كنت شقي؟ لا كنت هادي ورايق من أولتي. يعني من أنا وصغير. من أنت وطفل. من أنا وصغير. ما كان عندك مشاكل. كنت شاطر كتير بالمدرسة وشاطر كتير بالتعليم المسيحي. كنت يعني حتى إذا بدك أول اختبار لإلي كان بين المسيح والعالم، هو بيجي يمكن مش براس حدا، بس أنا بعدين رجعت قريته بهذه الطريقة. أنا برعت إلى جانب دروسي بالمدرسة وإلى جانب المامة بالتعليم المسيحي، برعت بلعبة كرة السلة من وراء طولي، من وراء المهارات اللي الرب عطيني إياها يعني. فكان أول اختبار لإلي هو اختار بين كرة السلة وبين الإيمان. من أي عمر؟ عم بحكي عن عمر كتير صغير، كان عمري 9 سنين أو 10 سنين، يعني كنت بصف الويتيام. طيب سؤالك، شو بيتعارضوا مع بعضهم؟ هن ما بيتعارضوا، رح أقول لك شو صار. هيك حدث بسيط يمكن شوية مضحك بس بهداك العمر. إذا ما في شيء مضحك، إذا كان شيء مأثر فيك ومعلم بحياتك يعني منه مضحك. أنت بتحس إنه غريب بس. نعم. إنه أكيد له شيء يعني لحتى تتذكروا من عمر، كان عمرك 9 سنين تتذكروا اليوم. بس بدي اعرف شو اللي شفت انه رح اقول لك شو اللي صار. انه انا انا كنت شاطر بالتعليم المسيحي مثل ما قلت، وشاطر بالباسكت. تقوم تختارني استاذ التعليم المسيحي، تختارني تقرا رساله بقلب القداس بهذا العمر، قداس كل الويتيامات يعني قداس كل الصفوف تبع عمري. بس بنفس الوقت كان عندي مسابقه كره سله مع فريق الصف، مباراه بين الصفوف، مين بده يربح بهذا الوقت. بنفس الفرصة اللي أنا بدي فيها حضر رسالة تقريبا بقلب القداس عند المسابقة، كان علي أنه اختار. اللي اخترته هو أني روح على الرسالة حضرها بسرعة وارجع اروح قد ما فيي بسرعه تلحق فريقي بكره السله. قدرت اعمل الاثنين. مشان هيك من وقتها انا برجع من جوا كان عندك ميل اكثر لهونيك؟ كان عندي ميل انه ربح فريقي، لانه هونيك انه بحضر رساله مش الحال شاطر بعرف اقرا، بس اني هربح فريقي اللي هو صفي. هذا انجاز كان كتير كبير بالنسبه لي. اوكي. وهذا الموقف رجع تكرر معي بعد حوالي 5 سنين بعمر كنت فيه بال 14 15 سنه اكثر يعني حوالي 6 سنين. كمان كان في دعوة لإلي أن أرجع ألتزم بالكنيسة، لأنه أنا غبت من هيدا العمر تقريبا، رحت بجو الباسكت لو على صغر. وين غبت؟ هلأ منشوف. غبت عن الكنيسة، رحت بالعالم الباسكت. شو اللي خليك تغيب؟ غبت كيف يعني؟ غبت عن الكنيسة بطلت تهمك؟ أبدا. ما عاد توجع على الكنيسة. كان عندي كتير أسئلة بهيدا الوقت وبقيت عندي بأي عمر؟ قديش كان عمرك؟ بعمر 9 أو 10 سنين صار عندي كتير أسئلة كولد يعني كطفل. وبنفس الوقت مع هالأسئلة كان عندي كمان رغبة أني كفي مسيرة الباسكتبول بحياتي، لأنه مدرستي بتعطي قيمة كتير كبيرة لهالموضوع. يعني بتميز الولد اللي هو شاطر بالباسكت وبنفس الوقت
المجتمع اللي انت محيط فيك بهيداك الوقت اللي هو لو على عمر صغير وقتها حتى بعمر يعني الباسكتبول اخذت ضجه كثير يعني ايه بهيداك العمر مزبوط. طيب فيني اعرف شو هو نوع الاسئله اللي اجت براسك؟ لانه انا متاكد انه هيدا العمر بيجي فيه كثير اسئله تساؤلات وكيف تعاملت معها. يعني لما انت بعدت بجو الباسكتبول في اولاد لانه هذا اللي كان شغل لك راسك صحيح. في اولاد اليوم يمكن بتجي عندهم نفس الاسئله بيغيبوا باجواء تانية اللي بتكون شغلتهم موسيقى الانترنت صحيح. بس هالاسئله هي اللي بتوديهم. شو نوع الاسئله اللي يعني وردت براسك انت وطفل؟ بتذكر اكثر سؤالين هن كثير كبار. واحد بعده انه كان في كثير سهل كان انه حدا يجاوبني عليه، واحد اليوم بعده لليوم بعده ممكن يكون دائما عم يشتغل جواتي محط نقاش. اول سؤال هو موضوع برجع بقول بسيط، هو ليش القيامه بعد 3 ايام ولكن انعرفت القيامه او من دق اجراس الكنائس نهار السبت الظهر؟ كان سؤال لعمري كثير بسيط. سؤال تاني اللي ضل يشغلني كتير ولليوم بعده جواتي بيشتغل ودايما بتأمل فيه، هو ليش الرب يسوع وتقلوله إذا أنت ابن الله نزال عن الصليب ليش ما نزل عن الصليب؟ هيدا سؤال ضل مرفقني لحديت حتى إذا بعدين رح نحكي عن دخولي للدار. يعني ضل مرفقني إنه ليه يا رب ما نزلت إذا أنت عن جد ابن الله وتريح البشرية من هالسؤال الكبير. هودي الأسئلة بعدوك عن الله؟ بعدوني عن الكنيسة، لأنه الوقت رحت أسأل الكاهن بهداك العمر كان في كاهن يتردد لعنا على البيت، جوابه ما كان ابدا. شو جوابك؟ على سؤال 3 ايام جاوبني جواب ما فات براسي بهداك الوقت عن حسابات الايام والساعات. وعلى الجواب الثاني؟ الجواب الثاني قال لي مش وقت انك هلا تفهم، بس تكبر بتفهم. كان عمرك 9 سنين؟ كان عمري حوالي يعني 10 سنين. 10 سنين تقريبا. شو حسيت لما قال لك مش وقتك تفهم؟ خزلني، يعني انه ليه ليش ما بدي افهم؟ بما انك انت ابونا المفروض انت. طيب برأيك جوي. ولد عمره 10 سنين بيقدر يفهم هالأمور الكبيرة؟ أنا عم بسأل تأسأل، مش معناتها أنه أنا ما بصدق. هلأ أنا عندي ابن أخت عمره 9 سنين وشوي رح يصير 10 سنين بهذاك العمر، بيسألني أسئلة أصعب من السؤال اللي أنا كنت عم بسأله بهذاك الوقت. وأنا بعرف أنه بما أنه الرب بيحكي مع كل الناس مفروض نحن اللي عم نتعمق بعلاقتنا معه واللي عم نكتشفه أكتر يكون عنا جواب لكل حدا بيناسب عمره. بما انه الرب بيحكينا كل واحد بلغته، مثل ما حكى المجوس بلغتهم اللي هي النجمه وحكى الرعاة بلغتهم اللي هي الملائكه وبشرهم بولادته، نحن مفروض يكون عنا اجوبه لانه الرب قادر يعطينا اجوبه بحي العمر لانه هو بيحكينا بلغتنا. طبعا مجرد انه ولد بعمر 10 سنين يسال سؤال معين، يعني كونه سال هذا السؤال يعني عقله مجهز انه يستوعب جواب على قده، يعني مش ضروري واحد يفوت بتفاصيل لاهوت. فانت حسيت انه انخزلت مثل كانه قال لك مش بكير بعد مش لقلك المسيحيه نحن خلينا نحن نفهم عنك. الموضوع عمل لك صدمه وبعدك عن الكنيسه؟ مش لوحده، برجع بقول في عده عوامل بعدتني، بس الاسئله اللي ما تلقيت لها جواب بناسب عمري. انا مش عم بطلب اجوبه لاهوتيه بعدين اكتشفتها، بس عم بحكي بناسب عمري. بالاضافه ل الموضوع الباسكت برجع بقول اللي هو مش بس المدرسة بتميزك إنما محيطك بصير يميزك، وخاصة هون القصص لو على صغر موضوع إنه العلاقات مع الصبايا ببلش من هونيك التمييز ويبعدك عن أي التزام تاني. لا بتلاقي إنه في خيارات، في شيء شدك تحس فيها إنك منتمي، إنك محبوب، إنك كل رغباتك ممكن تتلبى. حتى برجع بقول بعمر 11-12 سنة هو اللي كانوا كنت لي عم فكر فيهم بهداك الوقت. طيب بهذا الوقت لما تقول انك انت بعدت عن الله، كنت لما من الطبيعي ما فينا نقول بعدت عن الله بالكامل، لانه دائما يمكن لما تروح لحتى تنام، لما تكون موجود بالكنيسه، لما تسمع تحضر شيء على التلفزيون مسيحي، دائما كان في شيء اكيد من جوا هيك يرجع ينكزك يقول لك شيء. شو كنت تتعامل، كيف كنت تتعامل مع إذا بدنا نقول النكزات اللي كان يستخدمهم الله معك لحتى لا يشوفك أنت وين؟ ليش مبعد؟ أنا نكزني نكزة كبيرة بعمر 14-15 سنة، اللي هي تعرفت كمان على من خلال أصدقاء على جماعة بتصلي وبتقدس بكنيسة سيدة البشوشة ببكركة تقريبا بوج صرح البطريركة، وبلشت التزامي رجعت عن جديد بهالنكزة خليني أقول، اللي هو كان
كمان في جروب، في جماعة بتحس حالك أنت أنك عم تنتمي لحدا. يعني هيدي كانت حاجة كتير كبيرة بهداك العمر. وكان عندي من ناحية تانية، نحن كنا بظرف سياسي بلبنان منه هين أبدا. كنت أنا أي سنة عم نحكي؟ عم نحكي يعني كان عمري بال 15 سنة، يعني بال2000. يعني أنا مواليد ال 85، كان عمري بال 14-15 سنة. 99-2000 كنا بظرف سياسي بلبنان كتير تقيل. كان في الانسحاب الإسرائيلي وبرز موضوع سياسي معين، وخاصة له علاقة بالسيادة والاستقلال بلبنان. فصار عم بشدني إلى جانب النكزة والباسكتبول، كمان تعصبي لما يسمى التعصب المسيحي، تعصبي لمجتمع، خليني أقول أكثر من ما هو إيمان، أكثر ما هو شخص يسوع، أكثر لمجتمع، لقبيلتي المسيحية، تعصبي لحقوقها، لأنه لازم أنه ترجع تاخد حقوقها، وعندها زعماء محبوسين ومنفيين، ونحن ننزل على الطرقات تنطالب أنه ما بدنا ولا أي جيش. هيدي النزعة الوطنية، النزعة الوطنية اللي بيحس حاله واحد بلباس مسيحي، بلباس مسيحي، لأنه أنا عم بحكي دايما أنه مجتمع المسيحي وحقوق المسيحيين. صار المسيح بالنسبة لي قضية سياسية أكثر من ما هو شخص، هذا بعدين رجعت اكتشفته شخص أني أنا أمشي وراه مثل هلوم ورائي بطريقة حياتي. هيدا بعدين اكتشفته بعدين. طيب هيدا هل هيدا الصراع اللي من جوا ما بين الباسكتبول والانتماء السياسي، وهل النكزات اللي كان عم يعملهم الرب بقلبك، هل كان عم يظهر على سلوكك، عم يعمل لك صراع حقيقي، ولا عادي كان أهلك مثلا كانوا يلاحظوا هذا الشيء، ولا كان شيء عادي بتعتبره؟ لا، صراع حقيقي بالسلوك، أكيد صراع حقيقي بالسلوك وبالأولويات بالوقت. كيف؟ يعني حتى الموضوع السياسي وقت فات، وبرجع بقول تحت هالضغط الكبير الاجتماعي والسياسي والوطني، حتى أخذ مني من موضوع الباسكت. يعني صرت أتراجع بالباسكت، أتراجع بدراستي، وهالنكزة ما ضاينت كتير، اللي هي برجع بقول هالالتزام بهالجماعة ما ضاين كتير، لأنه دغري راح همي ووقتي وانشغالاتي، وحتى تكوين صداقات جديدة مبنية على القضية الجديدة اللي أنا بلشت ناضل كرماله. يعني صرت تعتبر أنه بوقتها لما كان الباسكت بول هو كنزك، كان قلبك بالباسكتبول. لما صارت السياسي كنزك، صارت لما كل فكرك صار مشغول بمحل، خلص صار قلبك فيه كمان. حتى أسيس إذا بدك يعني بالشكل، بالعمر ال 15-16 سنة بتفوت على قوطة كلها بوسترات لعيبة الـ NBA ولعيبة الباسكت اللبنانية المشهورين، اللي أنا بالنسبة لهم مثال الأعلى. سقطوا كلهم بسنة الـ 2000، وبرز محلهم صور زعامات سياسية بهداك الوقت. يعني تتشوف أنه حتى بالسلوك بلشت الأمور شكلياً تتغير. انشغل بين أهلك عليك بهداك الوقت، أو ما قالوا شاب وعادي؟ عمي شاب وعادي، وبالأساس بي محامي وأمي محامية، اثنيناتهم، وبي من بالشأن العام وبالشأن السياسي له فترة كتير طويلة. فكمان هيدا ساهم، يعني أنه كل المواد إذا بدك لغزة معرفتي السياسية ومعرفتي الوطنية والتاريخية موجودة بقلب البيت، ما في مشكلة إني أحصل عليها. طيب روحياً ما كان في حدا عم يضل يتابع يلاحقك يقول لك انتبه جو، أنت عم تروح بمحلات، عم تنشد لأشياء؟ كان في حدا عم يلاحقك روحياً شيء؟ لا بصراحة بهذا الوقت لا. كان في غياب كامل أنا من ناحيتي عن الكنيسة، عن الرعية اللي ما كنت تقرأ الإنجيل؟ ما كان أبداً. ما الإنجيل كان انضب أسيس من عمر التسع سنين، اللي هو عمر الأول إرباني بالنسبة لنا بالمدرسة، انضب للألفين وسبعة. طيب بعدين وين رجعت صارت هيك الهزة أو النكزة الثانية؟ النكزة الكبيرة هي يعني من بعد عمر 14 سنة و 15 سنة استمرت للجامعة. دخلت للجامعة لكلية الحقوق بطبيعة الحال، لأنه بيك محامي. بيي محامي، ولأنه كلية الحقوق هي إذا بدك المنبر الأساسي اللي من خلاله بتقدر تفوت على الشأن العام والشأن السياسي بلبنان. هو محل ما كل الحياة السياسية بهداك الوقت، عم نحكي 2002-2003 قبل 2005، وبنعرف شو صار بال 2005 اللي صار اغتيال رئيس الحكومة الرئيس الحريري. صحيح، وهديك فترة مزبوط كانت فترة سياسية مشحونة كتير. صح. فأنت دخلت تدرس؟ دخلت 100%، لأنه أنا أصلاً هيدا الاتجاه اللي أنا فيه من أيام المدرسة. برجع بقول يعني بلشت أسس مجموعات طلابية تناضل كرمال سيادة واستقلال لبنان، ومن الأول
هيدا التأسيس عندي إياه بشخصيتي، إنه أنا اللي أسس وأنا اللي اهتم وأنا اللي رافق. كنت تطلع توعظ سياسياً 100%، عندي فيديوهات بتحس حالك هيك عندك تحب تكون قائد سياسي. صحيح. كان عندك أحلام توصل شيء سياسي أكيد كبير؟ أكيد أكيد. وبالمحل اللي أنا فيه وصلت بعمر كتير صغير، وصلت لنفس المسؤولية اللي الوالد كان فيها، يعني له 30 سنة. كان فخور بيك فيك ولا؟ بكي وقتها شافني فت قعدت على نفس الطاولة بوجهه، وأنا هيك ولد صغير عمري 22 سنة 21 سنة تقريبا، فايت حامل ملف وقعدت على الطاولة اللي هو ضل 30 سنة تيوصل له، برم وجهه وبكي، يعني ما حب إنه حدا يشوفه، بس أنا فهمت إنه كان فرحان، يعني فرحان وفخور. نعم. طيب هيدا كنا عم نحكي نحن بعمر الجامعة. نعم. وشو لقيت بالعالم السياسي حتى حسيت انك نفرت منه؟ خليني اقول لك انا شو كنت عم نبش. انا كنت عم نبش اول شيء على قضيه وكثير مهمين هول لي، لانه وقتها بعدين على ضوء نور المسيح ترجع بتقرا حياتك بطريقه مختلفه. بس انا فعليا كنت عم نبش على قضيه، عم نبش على جماعه بتامن معي بنفس القضيه، وعم نبش على مثال اعلى بالحياه. وقت بتنخرط بهيدا العمر وبكامل بدون مصلحه، بدون حسابات، بدون ما تفوت باللعبات الضيقة، إن كان مع بالجماعة اللي انت فيها أو إن كان ببلدك، وتتفوت بهالطهارة خليني أقول على العمل السياسي بهذا العمر، بتفوت عم تنبش على هول الأمور. ولكن للأسف لا في قضية وهذا اللي اكتشفته تبقى طاهرة بعقل الإنسان اللي بيلتزم بالعمل السياسي، للأسف برجع بقول، ولا في جماعة بتآمن معك بنفس القضية. دايما الحسابات الشخصية والمصالح الشخصية بتقوى على القضية داخل حياة الجماعة مع مرور الوقت، حكم مرور هذا اللي بصير إجمالي. والمثال الأعلى لقيت أنه ولا أي شخص بهالدنيا ممكن يكون مثال أعلى كامل للشخص اللي عم بينبش على الحب وعلى السلام وعلى الفرح، هول اللي كنت كل يعني إنسان بينبش. يعني بسنة 2005 كان البلد بهوجة مش طبيعية، يعني كانت الناس على الطرقات. صحيح. كل الوقت ومظاهرات وأعلام وشعارات وأجواء يعني مشحونة كتير. أنت كنت تنزل على الطرقات مع الشباب أنا مش بس أنا كنت قائد بالحملات على الطرقات. كنت من القيادات اللي، وبرجع بقول يعني 2006-2007 أولا برز اسمي بموضوع الطلاب، يعني بالمنظمات الطلابية اللي كانت بهداك الوقت عم تعمل استقلال وسيادة لبنان. طيب انت صرت مسؤول على صعيد كل الجامعات، مش بس يعني على صعيد الجامعات والمدارس، بالمحل اللي انا فيه صرت مسؤول عن قطاع الشباب والطلاب كله. انا اصغر مسؤول، اصغر رئيس على هالقطاع بتاريخ الجامعة اللي انا كنت انا فيها. واو. طيب وهل الجو اللي كان، كلنا بنعرف انه بديك الفترة كتير من الشباب والأشخاص اللي كانوا بمراكز سياسية عالية واللي كان كتير من الناس اللبنانية عم يطلعوا عليهم ويشوفوا أحلام فيهم، صار في اغتيالات لأسامي كبيرة ومحبوبة بالبلد. بفترة هيدي الاغتيالات لما كانوا هالأشخاص الكبار اللي انت عم تشوفهم وعم تحس انه هودي هن القادة اللي رح نوصل فيهم لمحلات ونقدر نحقق فيهم اشياء نحن عم نحلم فيها للبنان، لما بلشت تشوف انه عم يتساقطوا واحد ورا الثاني ويمكن بمحل معين عم تحس بظلم، بعدم مثل ما بيقولوا بالتعبير المصري بيقولوا قصر ديل، يعني واحد مش قادر يعمل شيء، شو كنت عم تقول بينك وبين حالك بهذاك الوقت؟ يعني عم بتشوف هالاحلام عم توقع قدامك وما حدا قادر يعمل شيء، ما حدا طالع بايده شيء. خيبه امل كثير كبيره، وخاصه من مين؟ من الوضع كله سوا. خليني اقول مش قادر تلاقي حدا تلوم، لانه في مشاريع معينه مربوطه بتبقى باشخاص معينين. يعني في شخص كان مؤثر جدا بحياتي وفقدته بهداك الوقت نتيجه الاغتيالات، وكان تربطني فيه علاقه صداقه، مش بس علاقه سياسيه، علاقه صداقه واصدقاء معه ومع زوجته ومع اولاده، وبعدني لليوم صديق لهيدا المنزل بس بطريقه تانية صرت. وتخسرناه في مشروع مثل ما هو اختفى معه، لأنه بتبقى بالسياسة أنت كمان مربوط بأشخاص معينين. من ناحية الإيمانية كان في عتب كتير كبير على الله، أنه وينك من كل هالظلم اللي أنه ليش هالقد تمن كرامتنا كلبنانية وتمن استقلالنا وسيادتنا منا ندفع بهيداك الوقت، برجع بقول منا ندفع هالقد غالي وأنت ما بدك تتدخل لتحمينا. يعني كان في
في شي مرة في شي مرة زاد البعد في شي مرة أنت وبقلب هالموجة كلها سوا جربت مثلا تصليت مثلا نزل على مظاهرة تقول له يا رب ساعدنا نصرنا اليوم ولا شيء يعني بس كان كان الله بوقتها بس للملامة للملامة الأشياء اللي مش عم تزبط بس نكب عليه إنه ليش مش عم تزبط صحيح صحيح هيدا هي الحقيقة بهداك الوقت وأمتين وصلت ولقيت إنه السياسة والأشياء اللي عم تركض وراها ما عم تعطيك نتيجة ما عم توصلك للي بدك بالحقيقة هي أو ما عم تشبعك خلينا نقول يمكن مش بقرار قد ما هو بظرف انحطيت فيه في وضع معين تغير بموتة أحد الشخصيات برجع بقول بهداك الزمن هذا الشيء خلاني أشعر بخيبة أمل كتير كبيرة وروح أكتر صوب التفتيش على مصادر تانية للشيء اللي أنا عم فتش عليك الحياة الانتماء الانتماء والقضية والقضية والمثل الأعلى والحب والسعادة والفرق يعني والسلام بقلبه شاب عم بينبش عن كل هالمفاهيم وفي شغلة بس بدي أقولها نكزة كمان بالنسبة لي كتير كبيرة بهالمرحلة سنة 2003 اللي هي هيدي قبل هالمرحلة ايه بس قطعنا عنها لأنه كنا عم نحكي عن الوضع السياسي في شيء صار بالبيت كمان بال2003 كتير مؤثر على حياة البيت كله وعلى حياتي أنا الشخصية اللي هو خي اللي عمره 15 سنة ولد يعني بهذاك الوقت قرر أنه يدخل إلى الحياة الرهبانية هو صغير 15 سنة أنا أول شيء كنت موقف جداً ضد بس بيني وبين نفسي يعني ما أعلنت له أنه أنا ضد هالخطوة اللي هو عم يعملها لأن بالنسبة لي كانت خطوة تحت عاطفة كبيرة أو عدم غير ناضجة أو كان بدك ينزل معك على الشارع أكيد أنه ناطر أنا خيي ليكبر لصير أظهر أنا وياه هو من عمر 9 سنين فات على جو الكنيسة اللي أنا بوقتها تركت الكنيسة برجع بقول هو فات وراح بجو الكنيسة على الآخر يعني صار من خدمة 2003 يعني هون 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 خيك أصغر منك أصغر مني بثلاث سنين هو يعني يعني أنت صرت بالجامعة وعم تناضل من أجل أمور سياسية وهو ترك كل شيء وراح هل برأيك أنه قري الأشياء قبل ما أنت تبلش تقراها شافها قبل ما أنت تشوفها ولا ما كان مقتنع باللي عم بيصير هلأ هو لا مقتنع بالشيء اللي أنا عم عايشه بس قلبه غير محل من هو صغير قلبه غير محل يعني وهلا صار كاهن يعني فهيدي الصدمه هيدي النكزه او مش صدمه هيدي النكزه تنقول اللي صارت انه هزتك وهزت البيت هزتني كان بهالثلاث سنين يعني لصرت انا بال21 يعني بدايه انا لقائي بالرب كل هالثلاث سنين انا وجرب اني ما افرض عليه انه يترك ولكن قل له انه لحظه اللي انت بتترك ما تعتلهم انا موجود حدك انه كنت بطريقه غير مباشره عم تجرب توصل له اياها بطريقه سلسه انه تروك الرهبانيه تروك انا حدك تروك انا حدك بس ما بدي اقول له اياها بشكل لانه نحن تربينا كمان هيدا بالبيت انه الطريقه اللي بتفرض عليك الشغله بترفضها وقتها يجي حدا بيترك لك الخيار ممكن انك تقبله بس ولكن يجي حدا يفرض عليك شيء هذا حتى اهلنا مش هيك تصرفوا معنا بتربيه شو رايك نوقف مع ترنيمه نسمع ترنيمه من فريق أرني مجدك ومنكمل من بعد حديثنا الشيق اصدقائي بنوقف مع الترنيمه مع الاسيس نور وفريق أرني مجدك ومنتابع حديثنا مع ضيفنا من بعدها مشتاق أكسى
أعيش يسوع همسك ومش أرخي أنا قلبي تعلق بيه أنت اللي أنا أعيشني بدموع أسجد عندي يشغي والغالي ينتصلي ده الكل ما يسوي يسوع همسك ومش أرخي أنا قلبي تعلق بيه أنت اللي أنا أعيشني بدموع أسجد عندي رجلي والغالي يرخص لي ده الكل ما يسوي يسوع بسجد لك حبيبي واختارك نصيبي فيك ملأ الحياة بختار أموت وتحيا فيا ويقل كل إيمانية وحدك تزيد يا يسوع بسجد لك حبيبي بختارك نصيبي فيك بلقى الحياة بختار أموت وتحيا فيا ويقل كل إيمانيا وحدك تزيد يسوع عودي أصدقائي لحتى نتابع حلقتنا مع الشديق جو عيد وهلأ وقفتنا مثل العادة مع ريم لحتى نشوف شو محضرتنا فكرة روحية لليوم. ريم مساء الخير عن جديد. مساء الخير. شو محضرتينا اليوم فكرة جديدة؟ اليوم رح أحكي لكم عن شيء صار معي أو موقف أنا شفته. كنت رايحة من فترة قريبة على شغلي فيلي صار إنه شفت مشهد كتير كان غريب. شفت سيارة بيضاء وسحبة معها أو جرة معها كيس زبالة لون روز معلق فيها يعني. معلق فيها من قدام بس كان شكل عن جد كتير بيضحك يعني كتير غريب والعالم كله عم تطلع عليها وفي صوت طالع من السيارة ونحن هيك عم نطلع فيه وهو مش عارف شو عم بيصير الشوفير. هلأ أنا وعم بضحك حسيت بنفس اللحظة أنه كأنه في شيء أو في هيك درس صغير الرب هيك بده يضويلي عليه. حسيت بكتير من الأوقات نحن كتير منشبه هيدا المشهد أو كتير منشبه هيدا الشوفير أو هيدا السيارة. إذا بدك السيارة لونها أبيض، نحن المفروض أنه تغسلنا بدم يسوع صرنا بيض مثل ما منعرف يعني. فحسيت أنه نحن صحيح تغسلنا بدم يسوع بس نحن معرضين كتير لكتير أشياء وكتير أوساخ بعالم فاسد نحن عايشين فيه أنها تكون تعلق فينا. مكتوب عن إبليس أنه هو كأسد زائر يجول ملتمسا من يبتلعه، فهو قاعد مش رح يتركنا بحالنا، مستحيل يتركنا بحالنا، رح يضل عم يجرب يحط لنا خطية هون وخطية هون حتى نوقع فيها. حسيت انه قدام هيدا الشيء نحن كتير معرضين لحرب مع الخطية. وبمرجوعنا للسيارة للشيء اللي صار بالسيارة ما بعرف ليه حسيت انه هيدا الشوفير كان اللي صار معه بيتحمل انه يكون ثلاث سيناريوهات. اول سيناريو تخيلته براسي
انه يكون هيدا الكيس الزباله لحتى اجى وصار قدام سيارته، كانت سيارته مركونه قدام البيت الصبح، صحي بدون ما ينتبه على اللي حواليه، يعني حدا اجى كب هيدا الكيس وبعدين وراح. فهو الصبح فاق ودور سيارته ومشي بدون ما يلقي نظرة إذا بدك على حوالين سيارته أو أي شيء. وكتير حسيت إنه نحن كتير بنشبه هيدا الموقف. ياما أحياناً نوع الصبح وبدون ما نحس منلاقي حالنا مسكنا موبايلاتنا وبلشنا أول شيء، وعم بحكي عن حالي أول وحدة مش إنه عم بوعظ حدا أبداً، وبلشنا نتلقى زبالة العالم إذا بدك، من هون خبرية ومن هون خبرية ومن هون خبرية، تنفتح المجال لإبليس إنه يدخل على حياتنا قبل ما يكون الرب بحياتنا، قبل ما نسلمه نهارنا. ياما أيام كتيرة بتلاقينا ما منسلم نهارنا للرب ومنروح على أشياء صغيرة نعملها هيك وهيك وهيك ومننسى إنه نعمل الشيء الأساسي هو نقول له يا رب نحن منسلمك نهارنا من الصبح. السيناريو الثاني بقى إنه ممكن يكون هيدا الكيس مسدود باعتبار نحن ببلد كتير نظيفة، فهو بالشارع بس الشارع فاضي، أوكي؟ فكان فيه الشوفير، تخيلت براسي يبعد عنه يمين أو يسار، بس هو استسهل فيه، قال لك هل قد وروز وحلوه كمان انه اكيد انه بطلع فوقه، يعني منه شيء كثير صعب اني اقدر اتخطاه اذا بدك. بس حسيت هون كمان انه قد ايه نحن بيشبهنا هذا الشيء. ياما باوقات بنحس انه الخطيه كثير سهله، قادرين انه مش انه الخطيه، انه كانه هي بقدر عليها انا، وهي اخطر شيء لانه عن جد ابليس كثير بجرب انه يقلنا لا هي بتقدر عليها. بس كتير خطر إنه نستسهل الخطية، مثل يوسف، يعني معروف عن يوسف إنه هرب، فنحن هون لازم نهرب منه، ما نقول ها منقدر عليها. يوسف هرب لما انعرضت الخطية عليه وهرب منه، وهذا الشيء اللي نجاه حتى ما يوقع بالخطية. مزبوط. وأكبر كذبة يعني من إبليس إنه هيدا الشيء صغير أنت بتقدر عليه، سيجارة صغيرة، شغلة صغيرة، أي شيء صغير، لا، ما في هيدا الشيء. الخطية هي خطية، ما في شيء اسمه كبير وشيء صغير. أما السيناريو الثالث فحسيت أنه لا، الخطية موجودة، سوري، الكيس الزبالة موجود قدامه وما عنده مجال أنه يروح هيك أو هيك، فهو مضطر أنه يطلع فوقه، مثل ما صار مع هيدا الشوفير أنه يمشي فوقه وياخده معه. بس يلي صار يعني بحياتنا كتير بيشبه هيدا الشيء أحياناً، أنه نحن منحس أنه بدون ما نحس، يعني من دون إرادتنا، أفكارنا صارت عم تفكر بطريقة مش صح، الخطية عم نشوفها موجودة معنا، مثل ما بيقول بولس الروح بيشتهي ضد الجسد والجسد ضد الروح، فحسينا أنه الخطية صارت بحياتنا بس بدون ما نحس، يعني مش كتير بإرادتنا، مش لأنه نحن مبسوطين. بس الغلط يلي عمله هون الشوفير أنه شايفنا كلنا، وأنا أول وحدة يعني عم بطلع هيك وعم نضحك يعني وعم يسمع صوت، طب ما وقف شوف شو صاير، بلكي شيء كبير يعني. فنحن هون بهيدا الوقت مدعوين أنه لما نحس أنه هيدا الشيء صار فوق إرادتنا أنه نوقف ونسلم هيدا الشيء للرب، نسلم، نتوب ونقول يا رب نحن عن جد منتوب قدامك عن هاي الخطية. فما بعرف اليوم دعوتي لكل شخص شو ما كان الوضع اللي الرب يعني أو الخطية عم تجي قدامك فيه، صلي أنه نوع من الصبح ونحن عن جد مسلمين يومنا للرب، نقول له نفرح إذا استيقظنا بشبهك أو نشبع إذا استيقظنا بشبهك. وإذا كان جوا النهار إبليس جرب يحاربنا نهرب ما نخجل، لأنه الهريبة تلتين المراجل مثل ما بيقولوا طبعاً. وفي حال دخلت على حياتنا الخطية بدون إرادتنا مثل ما بيقول بولس، كمان نوقف ونتوب عنا تنكون عن جد ولاد حقيقيين على حسب ريم. أنا عندي سؤال لك، كل موقف بالحياة بتقدري تطلعي منه شيء، كيف بتاخدي وقت يعني مثلاً فكرة عادية ممكن حدا يكون قطع عليها كيف ما كان، شو اللي بيخليك تحولي هذه المواقف لحتى تتعلمي منه دروس روحية؟ حس إنه أحياناً الرب عن جد بيضويلي عن جد، يعني هيك لما صار هيدا الشيء بدون ما حس، أنا يمكن سبق وقلت لك إنه بمسك الموبايل بأي موقف بيصير أحياناً، مش إنه دايماً يعني، بس بمسك الموبايل وعن جد بسجل، بقول له بحس إنه الرب رح يعلمني من شيء صغير كتير بس بيعلمني درس كبير. أنا برأيي كمان، لأنه يعني هذا تصوري، انه دائما انت منفتحه لانه الرب يعلمك شيء، فكل موقف بالحياه بتسالي الرب سؤال، يا رب شو بدك تعلمني من اللي عم بشوفه قدامي. واي شخص هو قال طوبى للجياع والعطاش الى البر لانهم يشبعون. شكرا لك ريم على الفكره، فكره روحيه حلوه. شو رايك اخ جو باللي سمعناه باللي سمعته، شو رايك بالفكره؟ انا بدي اعلق على الشيء اللي قلته حضرتك، والشيء اللي بيبين على الإنسان أنه دايماً
هيدا لأنه عنده رغبة، وهو مثل ما عم بتقول جاي على كلمة الله وعطشان لكلمة الله، والله دايماً عم يحكي، لأنه إذا هالكون خلقه الرب فمن خلاله ومن خلال أحداث حياتنا قادر بحي الله شيء يكون عم يحكينا يحكينا بحياتنا اليومية. وهيدا اختبار شعب الله بمسيرته من العهد القديم لا صحيح. ومهما كان الحدث كبير أو صغير أو شغلة بسيطة مثل حكيتها ريمي ممكن نواجهها بكل يوم بالحياة، اللي مشتاق يسمع صوت الله شو بده يقول له أكيد الله رح يقول له. والشغلة الثانية اللي لفتتني أنه شبهت حالي لهالسيارة وبهالمرحلة اللي هلأ يمكن بدنا نحكي عنها، أنا كنت جاي معي مش كيس واحد، كياس من الزبالة، فما كان في مشكلة عند محطة الغسيل خليني أقول لي اسمها يسوع أنها تستقبلني مثل ما استقبل البي الابن الشاطر بزبالته بجيته، تستقبلني بزبالتي، مش لا روح كب زبالتك وتعطى أقعد أنا وياك، لا تعا أنت وزبالتك تغسلك أنت وزبالتك وخلي زبالتك يصيروا هن علامة حضوري بحياتك. واو. طيب بدي أرجع أنا وياك لقلت أنه بمحل تعرضت لصدمة إذا بدك كانت نكزة كبيرة كمان، وهي صرت بعمر أنت الجامعة وبعمر هالعنفوان اللي بدك توصل وتحقق في شيء، شخص من الأشخاص اللي كنت حاطت عليهم أمل بالحياة هو زعيم وقريب وصديق بنفس الوقت صحيح. اغتيل مات وفقدت مع موته حلم يمكن كنت عم تحلم فيه أو صار عندك خيبة أمل صحيح. من الطبيعي كونك كان صار لك فترة أول شيء بتكب كل الإحباطات وبتلوم الله عليها، شو قلت لله بهذاك الوقت؟ أول شيء اعتبرت حالي فشلت فشل مع أنه ما ذنبي فيه، بس أنه هذا الفشل مين وراء؟ وراء الإله اللي ما حمي حدا بالنسبة لإلي كان مفروض يحميه، وتخطيت الموضوع مع الله دغري بسرعة، يعني رحت بدي لهي حالي بس ما كنت عم بقدر، يعني عم برجع فتش على مشاريع بديلة، لأنه مشروع الشخصي مشروعي أنا مش بس أنه أمل، موضوع بعيد بالنسبة لإلي مثل ما بلشت، هون صار مارق حوالي 7 سنين 6 سنين تقريبا على بداية دخولي بالشأن العام والعمل السياسي، ما عاد بالنسبة لإلي بس كرمال قضية وكرمال وطن وكرمال مجتمع، صار في مشروع الشخصي كمان أنا عم ينبنى بقلب هالمشروع الكبير. شو هو المشروع الشخصي؟ إنه أوصل للطموح اللي أنا عندي إياه كطموح سياسي بموقع مسؤولية، إنه بدل ما أكون أنا متعلق بأشخاص هون وهون يحققوا لي حلم، ليش مش أنا بوصل لموقع سياسي معين وبيكون في ناس وراي ماشيين ونحقق حلم أنا وياهم؟ صحيح، وخصوصاً أنه بلشت يكون عندي ملامح هالموضوع، يعني بمسؤولياتي بأنه في أشخاص بتوثق فيي أشخاص وببعض العلاقات كمان مع الشخصيات. صحيح، أنه ليش مش أنا كمان مع هالشخصيات أو مع هالشخص أنا بوصل لموقع سياسي من خلاله بحقق فيه طموحاتي وحبي للقيادة وحبي للظهور خليني أقول. طب ما خفت قلت أنا ممكن إذا فت بهذا المجال مثل ما اغتيلوا اللي قبلي يغتلوني ويقتلوني إلي، كان عندك استعداد تموت من أجل القضية؟ أنا في عدة مرات تعرضت بالمظاهرات لاعتداء من القوى الأمنية وبالعكس وقت تدوق طعم خليني أقول النجومية السياسية حتى حياتك ممكن بتصير تحس انه هول الاشياء ممكن يوصلوني اكثر فخليني اتعرض لهم. حتى اوقات يعني هذا اله، هذا اله 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 للمال، اله يعني اله وثني موجود بحياته للانسان مثله مثل المال مثله مثل الوصول للسلطه. ايه الوصول للسلطه ساعات ممكن تقدم له ذبيحه حتى تقدم حالك ذبيحه ممكن لتوصل لهالمجد خلينا نقول مجد، اكيد بعدين تكتشف انه مجد مزيف. طيب شو صار بعدين؟ شو صار يعني بلشت تفتش على حلمك وما لقيته ورجعت لعند الرب ولا بلشت تحس بشيء؟ ما رجعت عند الرب، عم فتش عليه، رحت ماكسيموم لفتش عليه بالزبالة بنفايات العالم، فلأنه القلب اللي عم بفتش بهذا العمر عم بفتش على استقرار، عم بفتش على انتماء مثل ما بنرجع نقول، على حب، على سلام، على سعادة. وبليلة لا كنت راكع عم صلي ولا عم قل له يا رب إذا أنت موجود، بليلة أنا سهران فيها مثل حيالله سهرة ليلة سبت بهداك الوقت، ورجع وجه الضوء على البيت بس ما عم يجيني نوم، مشتاق لخيي
اللي بالدير لخيي، مش لانه بالدير، مشتاق لخيي يعني، مشتاق له بالاوضه انا لوحدي، نحن تختين بالاوضه. ف خزانته ثاقبت مفتوحه ما بعرف ليه، بس قلت بدي اقوم فتش بغراضه وشوف غراضه، هو غراضه الشخصيه، شوف خزانه ثيابه، خزانه ثيابه، شوف شو تارك بمصر بيقولوا له الدولاب فبركي في شيء هيك يعني، انه مثل شم ريحته يعني بهالمعنى بهالطريقه. فاللي صار انه فتحت الخزانه كليا وقعدت نبش وما لقيت بالخزانه غير كتب. من بين هالكتب كان في كتاب ابيض، فتحته لقيت اسمي عليه، انا اسمي طلع كتاب الاول ارباني، لان احنا بالاول ارباني بيتوزع علينا الانجيل المقدس اللي انا من وقته ما بعرف وينه، تاريخي احتفظ فيه، تركه عنده بخزانته ولو جلدته منتفة يعني. فتحت من حشريتي، مش انه عم فتش وينك يا رب بدي لقيك، او ما في ولا سؤال ولا في محكمة مع يسوع. فتشت بس تشوف شو الموجود اللي فيه يعني، ما بعرف اذا بتصدق، ما بعرف شو المضمون. كتاب ابيض اسمك عليه، ايه اسم الانجيل تبع الاول ارباني، عرفت الانجيل انا اللي اخذته على ايام الاول ارباني، كان عمري 9 سنين يعني، هي عم بحكي بعد 14 سنة. كان موجود بخزانة خيك، بخزانة تيابو، بخزانة تيابو، لأنه هو شال كل الكتب المقدسة اللي عندنا، كان أناجيل أو كتب مقدسة أو قصص قديسين، واحتفظ فيها بخزانته هو، لأنه معنا أنا معي شخصياً كانوا راح يروحوا على الزبالة. يعني أنت كنت، هو كان خايف عليهم فحفظهم عنده، حفظهم. فلوا تركهم لأنه يعني مش راح يخدهم معه، مليان الدير كتب مقدسة. فبلشت قراية، كانت حوالي الساعة 3-3:30، انتهيت بالقراية الساعة 9 الصبح، 9 صباحا، 6 ساعات على فرد قاعدة. خلصت وأنا شخص، لأنه بالسياسة كنت أقرأ جريدة كل يوم وبقرأ وعندي حب قراءة للكتب، وقريتي سريعة وفهمي بالقراية سريع. خلصت الأربع أناجيل هذيك الليلة، من متى لآخر يوحنا، من متى ليوحنا. بس هيدي المرة الوحيدة والكتاب الوحيد اللي كنت أنا وعم بقريه، حس هلا فيه بكتب تانية بتحس في افكار حلوه عم تجي على راسك، بتحلل بتوقف، بس انك تحس من جوا انك عم تولع بالنار، وانه الكلمه منا كلمه قدامك، الكلمه هي في شخص، صوت عم يحكيك بعمقك، في وكأن كل الاسئله اللي انت كل الوقت عم تطرحها، الاسئله الوجوديه او الاسئله الايمانيه او الاسئله اللي لها علاقه فيك كشاب، والقضيه اللي عم تدور، والقضيه اللي عم فتش، والمثل الاعلى، والجماعه، والقائد اللي بدك اياه، كلهم عم يحكوك بقلب نص. واو. كان الكف اللي أكلته كانت ليلتها يعني، ما عدت أشبع من القراية، صرت بدي أقرأ بدي أقرأ بدي فوت، ما عدت أشبع، وعيت وعيه البيت يعني، وأنا بعدني قاعد بتختي وعم بقرأ، وكلهم مستغربين وما بدي خلق، لأنه مستحي شو بدو يقولوا عم بقرأ الإنجيل، أنه أنا مين لأقرأ الإنجيل، ليه مستحي؟ لأنه حياتي كانت بعيدة كليا عن الإنجيل. يمكن كمان لأنك كنت تنظر للأشخاص اللي بيقرب الإنجيل إنهن ضعاف، إنهن ضعاف أو عندهم مشاكل نفسية تهن بآمنوا، أو لأنه ضعاف بيلتجوا، تقولوا عنك مثل ما أنت، إنه أنا معقول أنا أصير بهذا الموقع، مش معقول. فكنت بس في شيء من جوا عم بيشبع رغبتي كشاب بهداك الوقت، وفي يعني أنا اختبرت بهداك الوقت الحب البشري الطبيعي اللي بتحس إنه ما عم تكتفي من القعدة من الصبية اللي أنت بتحبها، وفي شيء جواتك عم يولع، الشعور بعد على أكتر بكتير، انك انت ما عم تشبع من هالقعده، وكانك قاعد مع شخص وعم يحكيك لإلك بالذات، وهالنار اللي جوا اللي انت بتخليك تضل عم تكفي بهالقعده، هيدا الشيء اللي كان عم يشتعل فيه ليلتها. بس بنفس الوقت عندي الخجل انه كيف، انه انا بعدني جاي من سهره ما لها علاقه لا بالصلاه ولا بالمسيح ولا لا بالتوبه ولا كان لها علاقه بحياتي اللي كانت بهداك الوقت مثل حيالله شاب يعني. خلينا نترك مشاهدينا شوي معلقين معنا لحتى نشوف شو صار معك بعد هيدي اللحظه، نوقف وقفه صغيره مع بريك ونكمل حلقتنا. عودة لكم أصدقائي لحتى نتابع حديثنا الشيق مع ضيفنا شديق جو عيد. بديك الليلة اللي قريت فيها الإنجيل وحسيت حالك أنه ما بدك توقف،
عم ترتوي من شيء وما بدك توقف. شو كان عم يتغير فيك من جوا؟ ما بعرف، ليلتها ما كنت عارف شو كان عم يتغير، بس اللي بعرفه أول شغلة حبيت أعملها أني أنزل على الكنيسة. والملامة اللي كانت عندك لله كلمة. ما كنت عم فكر، كنت مثل واحد سكران بكل صراحة، يعني حتى في أحد الأصدقاء بيقول لي أنت شكلك كنت متقل شرب ليلتها، بس هي ما إلى علاقة كنت حتى ولو متقل شرب، يعني مزبوط ما إلى علاقة، يعني اللي كان عم بصير شيء أعمق بكتير، ما هيدا اللي بدي أقوله، من جوا بداخلي، ولكن ما والدليل التغيير اللي حصل من بعد ذيك الليلة، يعني صحيح. مش معقول سكرت وصلك لهون، لا يعني سنين، يعني لا على سبيل المزح، ولو كان أنا هون بقول لبعض الأشخاص، لأنه مرات بيفكروا أنه أنت اللي غيرك أنك كنت بليلتها، أوكي كنت بليلتها ماشي الحال، طب ما صحيت، حي الله واحد بيعمل شغلة إذا مش مزبوطة بس يصحى من السكرة بيرجع لفكرة. لا أنا بكامل وعي كنت أسيس، بعرف بس عمول يعني هي على سبيل المسحة، بس مثل واحد سكران، لأنه أنت بتعمل إشياء بس ما بتكون واعي شو عم تعمل بقت بتكون بحالة، فحسيت يعني بشوق بدك تنزل على الكنيسة. إيه بس مش عم بستوعب ليه، يعني ما عم بستوعب أنه أنا ليه بدي أروح على الكنيسة، وأنا ليش شو عم بيصير معي، ما في استيعاب بهذيك اللحظة، وطولت لأستوعب يعني مثل، لأنه حسيت مثل واحد قلع إنسان وحط إنسان محله بهالطريقة عم بحكي. طيب بس أنت عم تقرأ ما صار ولا أي حديث مع الرب، أنت ولا شيء ولا شيء ولا شيء ولا هيك وقفت لحظة تفكر إنه أنا بدي إياك، بدي بصراحة وقفت محل بدعوة التلاميذ الأولين، وقتها بيختار الرب أول أربع تلاميذ كانوا إخوة اثنين باثنين، إندراوس وبطرس ويعقوب ويوحنا، صحيح. فقطعت فكرة براسي أنه دغري رحت أنه معقول أنه أنا أكون بخدمته يوما ما، هالفكرة الوحيدة اللي قطعت أنا سكتها لأنه خوفتني، أنا بدي أكون بخدمته، أنا مين بدي أكون بخدمته يعني، بس دغري طفيتها، بما أنه خيي ربطتها بأنه خيي وأنا أكون أنا، دغري سكتت هيدي الفكرة، بس ما قدرت أمنع حالي أني أنزل على الكنيسة، وبالسر يعني حتى أهلي ما بدي إياهم يعرفوا أنا لوين رايح. ومن هونيك بلشت المسيرة، يعني بلشنا أول شيء كل أحد، بعدين أنا لوحدي، يعني بعدين صرت سقطوا الصور من قوتي كمان سياسية وطلعوا صور الرب محلهم شوي شوي، أيات وإشياء أيات وصلبين وصوره قلوا، يعني هون شو كان موقف أهلك إنه عم بيشوفوا هالتغيير؟ في جوين بالبيت، في جو البنات اللي هن أمي وخيات البنات، وفي جو الوالد. جو الوالد كان اندينايل، عم يوقع قدامه، صحيح، في استمراريتهم كان بالمكتب بالمحاماة، ولا كان بالمستقبل السياسي، يعني اللي هو صرت في صداقة بينه وبينه، إلى جانب إلى هو أنه هو بيه، يعني اللي كان يحلم فيه سياسياً ويمكن حقق جزء كتير قليل منه عم يحلم يتحقق فيك أنت، صحيح. وفجأة عم بيشوف أنه هذا الحلم بالمهنة كمان، يعني ما ننسى أنه الوالد كمان محامي، والمكتب أنا بلشت زاول المهنة فيه مع دراستي القانونية، بلش هون بقى خلص، وكنت عم ببرع أسيس بكل صراحة، يعني الواحد يحكي الحقيقة أنه أنا كنت بهداك الوقت بلشت استلم له بعض الملفات أني ساعده فيها وأعطيه رأيي فيها وأعمل أبحاث القانونية عنه، يعني بلشت فت بالجو كلياً أنه أنا محامي. جو البنات كان مترقب، الوالدة وخيات البنات، يعني أنا عندي أخت أكبر مني هي سادرة، وأخت الصغيرة هي توم مع الأبونا، مع خي أبونا مارتن، فكانوا بحالة ترقب، وأنه مثل كأنه يعني مثل موجة وعم تقطع، أو ناطرين تشوفوا شو بده يصير معي، وبيي بحالة يعني كأنه عم يتجاهل الموضوع كليا. ومعقول كانوا إخواتك مثلا عم يفكروا أنه معقول نفس السيناريو اللي صار مع خيك مارتن، سمعتك عم تقول اسمه مارتن، نفس اللي صار مع مارتن يتكرر مع جو؟ بتخيل كانوا مستبعدين كليا، قالوا أنه فترة وبتقطع، يعني أكيد أنه ما يعني ما بتخيل ولا مرة أصلاً، يعني وجهتهم أو وجهوني بالموضوع، بس على تقديري شو صار على تقديري أنه اللي صار أنه كفيت من أحد، صرت كل يوم بالكنيسة، بعدين صرت بدي أنتمي لجماعة صلاة، عم بحكي بشكل سريع، يعني لأنه بين عودتي للرب أو لقائي فيه، اللقاء الشخصي فيه، وبين اللقاء الأول، لأنه بعدين رح يكون فيه لقاءات كثيرة متعددة، لا حديث دخولي للدير كان مرق تقريبا حوالي 10 أشهر او 11 شهر. ما كنت عم بكتفي، خلص عم بروح اكثر واكثر اني بدي اكون ملتزم،
بكنيستي، وبعدين صارت رغبة الخدمة عم تكبر شوي شوي بحياتي. إلى أن أنه قررت أنه بهيداك الوقت، برجع بقول، كان أنه خدمتي أو تكرس الكل لإله ما إله شكل تاني، بعتذر، ما إله شكل تاني إلا الشكل اللي بعرفه من خلال خيي، لأنه ما كنت أنا ابن كنيسة، ما بعرف. إنك تفوت وتصير بالكهنوت وتصير بالرهبنة. بالرهبنة، يعني أترك العالم، أترك كل خيارات التانية، أترك مشروع، بعتذر، أترك مشروع الزواج حتى بحياتي، وإن ألتحق بالدير تصير راهب وفيما بعد كاهن. ما كان عندي غير احتمالات بهداك الوقت لفكرة التكرس الكلي لخدمة الله إلا من خلال هيدي الطريقة، وفت فيها. وفتت على الدير. فتت للرهبنة. وفي عامل تاني بكل صراحة بعدين رجعت اكتشفته، هو عامل التكفير. أنا هيك بسميه. يعني إنه أنا كيف يعني؟ كل هالنفايات اللي كنت حاملها معي لازم كفر عنها، لأنه هيدا الشعور اللي ربي جواتي عقد ذنب تجاه الله. وهيدي بعدين هيدي التحرير متواصل الرب رجع عمله بحياتي لحديث اليوم. حسيت إنه أنا بدي، لأني كل هالأحمال نفايات العالم اللي موجودة بدي كفر عنها، بدي كفر عنها، وأفضل طريقة أني صير بالدير وأبعد عن كل شيء. صحيح، أبعد عن كل شيء، وحتى نظرتي للمادة، نظرتي للآخر، نظرتي للجسد، نظرتي لكل شيء، من حدا كان غاطس بالعالم إلى حدا صار متطرف ضد العالم، يعني نقلة كليا إلى التطرف والتعصب، ولكن ضد أفكار العالم، ضد أفكار العالم، ضد شهوات العالم، ضد وكأن أنه ما في يكون حاطط الرب أولوية بهداك الوقت، برجع بقول، إلا من خلال هالطريق، لأنه ما كنت أعرف غيره. أوكي، أهلك طبعاً بيك انصدم، بيك صدمة حياته، أنه أنت رحت على الرهبنة، أنه أنا الشاب الثاني بالبيت روح على الرهبنة، وأنا ما كان محضر نفسياً، مع خيي محضرين نفسياً، لأنه بلش من هو صغير. أنا كنت صدمة بالنسبة له، لأنه كان عم يتجاهل كل التغيرات اللي عم تصير بحياتي. يسألني ليه ما عم تنزل معي، ليه ما عم تروح، ليه ما عم تنزل، قل له أنا ما عندي وقت، مش مشغول. هو فعلا أنا أكون بالأوضة بالصلاة، بالقراءة، بقراءة الكتاب المقدس، بقراءة الكتب الروحية واللاهوتية، من هيداك الوقت يعني بلشت. الوالدة وأخواتك شو كان رأيهم لما أنت بلشت تروح على الدير؟ تأثر كتير كبير، إيجابا أو سلبا؟ إيجابا. فرحوا أنه هيدا خياري، فرحوا أول شيء بالنقلة، يعني أنا كنت عم سبب حتى للبيت كله جروحات معينة نتيجة الأشياء اللي على الغلط اللي أنا عم عيشه قبل. يعني لما كنت بعيد، لما كنت بالمنخرط بأجواء المظاهرات، وكان في جروحات بعد بكثير من المظاهرات، يعني طبعا كل الباكج اللي كانت باكج كله، النفسية العصبية، الكلام الصعب، السهر لآخر الليل، صحيح. الباكج كله سوا كان الوالدة كنت عم سبب جروحات خصوصا للوالدة وخيات البنات. فلما شافوك انه خلص تركت وعم ترجع تمشي ورا الرب، فرحوا وتأثروا كتير. واذا هيدا خيارك نحن مشي معك. الوالد عمل نوع من ثورة، ما وصلت انه يمنعني، بس تلقيت ضغط من عائلته، بما انه انا الكبير وحتى حامل اسمه، يعني هو جوزيف انا جو، وانا بالمهنة وانا بالمشروع السياسي، يعني تلقيت ضغط من اهله، من عائلته، انه هيدا المشروع مش مشروعك عشو عم بتفوت فيه. ولكن انا كنت خلص كليا مصر انه أنا طريق يسوع هي طريقي، وبرجع بقول ما كنت أعرف أنه في ممكن يكون بطريق مع يسوع إلا هيدا الطريق، لأنه ما كنت بعرف غيره. حتى ما يغدرنا الوقت، وبدي شوف كيف تطورت الأحداث. قديش بقيت بالدير؟ بقيت 6 سنين، 5 سنين ونص، خليني أقول 2 سنين كنت منقطع كلياً عن العالم، كلياً بدير راهب، بدير منعزل كلياً، شوف أهلي مرة بالشهر. شو كنت تعمل أنت؟ سوري فيك ما تجاوب ده. بس بأوقاتك اللي كنت تقعد فيها بخلواتك، كيف كنت تمضي وقتك؟ قراءات. أنا أسيس فوق 100 كتاب قريتهم بسنتين بكل صراحة، وأيدتهم على ورقة وقلم تما أنسى أنه هو الكتب أنا اللي قريهم. قضي وقتك. عم بحكي من الجلدة للجلدة، في كتب بلش فيها ووقفها لأنه عندي كان جشع روحي، يعني فجعني مش عم بقدر اشبع. أوكي. يعني بدي اقرا وبدي اعرف وبدي اكتسب، لا ما بعرف شيء، فايت على الدير ما بعرف شيء. وشو اسمه، كنت كمان الى جانب دراسه اللغات، بعض اللغات اللي هي التليانيه والسريانيه بما انه انا ماروني، وتعلم الصلاه، يعني كان عندنا صلوات معينه بدنا نكون متزمين فيها. 7 سنين بقيت، 5 سنين ونص بقيت بالدير. نعم. بعدين شو صار؟ بالدير درست الفلسفة بكلية اللاهوت بالجامعة الحبرية بالكاثوليك، روح القدس بالكاثوليك،
وبقلب الدير سافرت على روما تكفي دروس اللاهوتيه وتعلمت اللاهوت بجامعه القديس توما الاكويني بالانجليكوم بروما. قبل ما نرجع من روما حابب نوقف على مع ترنيمه هلا كمان مره مع فريق أرني مجدك والاسيس نور ونشوف شو صار معك من بعد روما وكيف رجعت هذه بالفقره الاخيره من برنامجنا. وقفي مع الترنيمه اصدقائي ونكمل حلقتنا. نتابع معكم أصدقائي من بعد هالترنيمة اللي سمعناها من فريق أرني مجدك لقائنا مع ضيفنا الشدياء جو عيد. وصلنا على القسم الأخير من البرنامج، يعني باقي قدامنا تقريبا شي 11 دقيقة لحتى نختم حلقتنا. شو صار بعد ما رحت على روما ودرست لاهوت وبعدك كنت بمجال الرهبنة؟ شو صار؟ اللي صار هو قبل ما أروح على روما بلشت انتقلت من دير المنعزل إلى دير في لقاء أكثر بالعالم. هناك أسست أول جماعة صلاة اسمها مشروع جيزس بروجكت، مشروع يسوع. هذا انطلاقا من أنه حبك يكون في عندك قضية. صحيح. فصار في قضية اللي هي جماعة صلاة، وبنفس الوقت عندها رسالة مع المحتاجين من كل أنواع الحاجات، يعني اللي عم نحكي حاجات المادية. فهون اختبرت لأول مرة أنه ممكن يكون أنا بالعالم ولكن مكرس لا يسوع. ما كنت بعد وصلت للي وصلت له اليوم بمعنى التكرس، ولكن بهذاك الوقت كان مفهوم انه انا في يكون كمان مع الناس، مش ضروري انه يكون بس عايش بحياه دائريه. فنميت هيدي الرغبه مع تاسيس الجماعه، وكمان هون بلشت اكتشف انه في الرب عطيني مواهب معينه لها علاقه بالتعليم ولها علاقه بالوعظ، يعني بمرافقه جماعات اذا بدك. طبعا هيدي الاشياء كانت عم تظهر بطريقه غير مباشره قبل،
من خلال عملك بالنشاط السياسي كمان، بس هون صار في بعد مختلف. تعمدت كل المواقف يعني إذا بدك، أنا هلأ بصرت بشوف أنه كل شيء أنا عشته بحياتي أخذ معناه وكماله بالمسيح. هيدا الشيء اللي بشوف قصة شعب الله كمان، إذا بدنا نحكي شوي من ناحية البيبلية، بشوفها بحياتي أنه أنا إجا الرب يكمل ويعطي كمال كل الأحداث اللي صارت بعهد القديم. إجا الرب يعطيها معناتها، وصرت على ضوء حدث الخلاص بحياتي صرت شوف أنه كل الأحداث هي ترمز إليه، وهي بتاخد معناها الحقيقي بوجوده بحياتي. أنا هيك حتى بقرأ قصة شعب الله، وبقرأ قصتي على ضوء قصة شعب الله. فعلاً هيدا مشوار الإنسان مع الله، لما يفوت خلص بيصير بعلاقة معه كل النظرة وكل الأمور بتختلف وكل الأولويات بتختلف. صحيح. رجعت من روما بعدك بدك تركت تضل من روما. لا تركت من روما. من روما شو صار؟ من روما. في تتذكر شو اللي صار؟ ليش أخذت قرار إنك تترك الحياة الرهبانية؟ أكيد في نمط معين بالحياة الرهبانية، ونمط أنا جداً بحترمه وجدا بحبه، وبعدني على علاقه كثير منيحه برهبنتي اللي لها فضل كثير كبير علي، يعني الى جانب عائلتي بتربيتي، تربيه خليني اقول المسيحيه على القيم والاخلاق والصلاه. ولكن النمط الرهباني هو نمط حياه جماعه بقلب دار، وانطلاقا من الدار للعالم والعوده الى الدار. والنمط الحياه الجماعيه انا بمحل ما عدت قادر ان اكون ملتزم فيها، صرت حس أنه لا، أنا عندي كمان مع يسوع هالمرة، مع يسوع عندي مشاريعي الشخصية، عندي طموحاتي الشخصية مع يسوع. برجع بقول مش طموحات بمعنى طموح يوصل لمحل، ومش غلط يعني لما بحط الرب بقلبك حلم تحققه أنت وياه، وتكون عنده خطة بحياتك. قال عرفت الأفكار التي أنا مفتكر بها عنكم يقول الرب، أفكار سلام لا شر لأعطيكم آخرة ورجاء. يعني بده يحلم من خلالك وتحلم أنت من خلاله وتتحقق شيء. بس الهدف بس الوحيد أنه هالأحلام وهالطموحات ما عادت نتيجتها بتصب فيي أنا، صارت نتيجتها بتصب بخدمة شعبه. يعني أنا حلمي وطموحاتي هي كيف أقدر هالاختبار اللي أنا عشته، هالحب المجاني، هالرب كيف قبلني بجيته، كيف بقدر أنا بطريقة أو بأخرى أني وصله لا شعب. حسيت بقيمة هالوزنات اللي حطهم بإيدك الرب، إنه هالوزنات بدي أخذهم وتاجر فيهم. صحيح. لحتى لا جيب نفوس فيهم. صحيح لأرب. صحيح. يعني ما عاد في طموح، مشان هيك بقول طموح الشخصي، ما عاد إنه أنا آخر شيء أقطف الثمار، لا أنا يمكن أكون بمحل عم ساهم بهالزرع وأترك الرب هو ينمي وهو هو يحصد. فهون مع حياة الصلاة أكيد والدراسة اللاهوتية وتعمقي أكتر واختبار الشخصي، لأنه هون بلشت كمان بهالمرحلة بآخر سنة من الحياة الرهبانية، بلشت بالتأمل الإغناطي اللي هو على طريقة مرغناطيوس مؤسس الرهبنة، مرغناطيوس دولويولا مؤسس الرهبنة اليسوعية، اللي هي بتعتمد على الكلمة للقاء شخصي بيسوع. على الكلمة نقصد كلمة الله الإنجيل. نعم، على الكلمة اللي يعني الموجودة بالإنجيل، لهي تكون عبور للقاء شخصي. في طريقة معينة، يعني طريقة مثل منهج معين تمشي عليه لأنك أنت تفتح قلبك للقاء. كان طريقة جديدة علي واختبرتها وتعلمتها من الرهبان اليسوعية، وصار عندي هيدا اللقاء الشخصي اللي مبني على الإيمان ومبني على كلمة الله، اللي كنت قبل ما كان عندي، كنت بعيد عنه. وكان عندي مرشد بروما، عملت مسيرة تمييز معه حوالي السنة قبل ما أخذ قرار التركي، لأنه قرار التركي كان أصعب بكتير من قرار الفوت. هل في جزء من هاللقاء مع الشخص المرشد انه تيصير في عندك من جوا تاكيد يا بتستمر بحياه الرهبنه او بتترك؟ أكيد. هل كان الهدف من هذا اللقاء مع المرشد هو هالشيء؟ الهدف انه يكون عم يرفقني اني انا اسمع صوت الله بشكل اوضح، مش انه ياخذ القرار عني. كنت انا بلشت بموضوع تركه الرهبنه من انها تجربه من الشيطان، وصلت لانه من بعد هالمسيره التمييز كل لحظه انا ببقيها بالرهبنه هي مش من الله، ما بدي اقول من الشيطان، بس بدي اقول انه مش من الله. لو صلت لهيدي القناعة مريت بهالسنة بأصعب لحظات حياتي الروحية، لدرجة أنه أنا ولابس الثوب الرهباني وعم بدرس لاهوت وبصلي 3 مرات بالكنيسة مع الجماعة، فقدت إيماني لمدة 4 أشهر كليا. يعني رجعت كأنه أنا ما بعرف الله ولا بعرف شيء عنه ولا بدي أعرف عنه ولا بدي أحبه. اللي كان عم بيصير معي وهلأ بشوفه أنه كنت عم بفصل بين إيماني وعلاقتي الشخصية بالرب وبين الحالة الرهبانية،
بما أنه كانت من بدايات إيمانه مربوطة الحالة الرهبانية بالإيمان، صار فصل الحالة الرهبانية، يعني أنا بلشت بمقتنع أنه لازم أترك الرهبانة وكأن عم بترك إيماني وكأنه أنا عم خون يسوع. بهالمعنى كنت عم فكر، لقدرت مع المرشد أني أفصل إيماني عن الحالة الرهبانية، أنه بقدر أكون مؤمن، بقدر أكون عم عيش مع يسوع بدون ما أكون قطعت بأصعب، يعني قطعت بأصعب شيء ممكن يعني يمرق على شخص مؤمن، جفاف كامل، حس أنه كأنه تركني، أنه أنا كبيتني بنص هالصحراء ومش عم ما في ولا نقطة مي أشربها، لا في تعزية لا في حضور لإله. كان عم يعمل بلغة التكنولوجيا كأنه عم يعمل مش فورماتينج، عم يعمل أصعب مثل كأنه إعادة برمجة لل أنا بالنسبة لألي أسيس لجو من جو، كان عم يعمل عبور تاني بحياتي، وهذا العبور دايما فيه صحراء. الوقت عم يغدرنا، بدي شوف كيف وصلت لجمعية الكتاب المقدس، معنا وقت كتير قليل. نعم. كيف وصلت لجمعية الكتاب المقدس تصير مدير برامج بجمعية الكتاب المقدس؟ أنا من بعد ما تركت الدير رجعت للحالة العلمانية، عم نبش مثل كل شاب على بس، ولكن يعني صار معي شهادة فلسفة وشهادة لاهوت، وعندك أولويات من جوا بدك تكون مع يسوع، بدي أكون ليسوع، ما هيدا محسومة، ما بدي اشتغل شيء إلا بصب بملكوته، هيدا محسوم، هيدا كان محسوم. دخلت أول شيء بالجمعيات اللي بتاعنا بشؤون الإنسان، ما رجعت على حقوق، مع أنه برجع بقول مكتب ناطرني، شهادة موجودة، حسيت قلبك بغير محل، قلبي غير محل كليا. رحت بالمنظمات الإنسانية، بلشت بالعمل بالمنظمات الإنسانية الانجيوز اللي ما بتغبغ ربح فيه، ولكن منا مسيحية بكل معنى الكلمة، بس عندها البعد المسيحي من ناحية العمل، يعني أنك تشوف الشخص المجروح، أو على القليل أنت بتقدر تمارس بعدك المسيحي بقلب المؤسسات. صحيح. اللي صحيح، وبطريقة معينة تم الاتصال بيني وبين أمين عام الجمعية دكتور مايك بسوس، انطلاقا من حدا كان عم بفوت على الجمعية، وكنت أنا خليني كلمة كبيرة علي، بس هو حطني أنه مرشد الروحي، ودق اتصل فيه ليأخذ فيدباك معلومات عن هالشخص اللي هو عم يرغب أنه يوصفه، وتم الحديث وصار فيه هالتواصل الحلو بيني وبين الأمين العام، وبعد فترة صار فيه فرصة بقلب جمعية الكتاب المقدس، ونزلت على الانترفيو وانضميت للجمعية. شو بتحس اليوم أنك عم تحقق من خلال جمعية الكتاب المقدس؟ هل بتحس أنه القضية والمشروع اللي كنت عم تفتش عليه اليوم ملاقى حالك أنه أنت جويت هالقضية؟ رح لك شغلة، رب حب كتير محلات يردنا للحظات الأولى بلقائنا فيه، خصوصا بالأيام الصعبة، وفي شيء أنا هيدا إيماني، يعني في شيء من اللحظات الأولى بلقائنا فيه في ملامح معينة للدور اللي بده إياك تكون عم تكونه بقلب خدمة شعبه. أنا فهمت هلأ بوجودي بجمعية الكتاب المقدس اللي هي المحل اللي بحس هويتي موجودة فيه من ناحية المسكونية والقلب المنفتح على الآخر، من حي الله كنيسة بيكون أو حتى من حي الله دين بيكون، هذا الشيء اللي منعيشه بقلب الجمعية، لأن الجمعية بتعرف أسيس أنها جمعية تعمل ومبنية على كل الكنائس وبتعمل هدف أنها توصل كلمة الله لكل العالم، فهيدا نقطة كتير مهمة. والروحانية اللي موجودة بقلب هالجمعية وبين موظفينها وأعضائها، فهمت إذا بدك أنه اللحظة الأولى اللي كانت برجع لهالحب الأول اللي ولع جواتي أنا وعم بقرأ الإنجيل، وكأن صوت الرب عم بيقول لي أنه يا ابني أنا مش بدي إياك بس تقرأ كلمتي، أنا بدي إياك توصل كلمتي لكل حدا هو بحاجة لها. يعني بتلاقي حالك أنت اليوم عم تحقق جوات، بعدك جوات القضية، بالعكس اليوم صرت منخرط أكتر جوات القضية، صارت القضية محققة 100% ومستعد أني هون صار مش كرمالي أنا، كرمال القضية وشعب الله اللي هو بحاجة لهالقضية أنها توصله، أنا مستعد أني ضحي بحياتي. صار في جماعة، هي جماعة المسيحيين بالعالم كله، كل حدا بيحمل اسم يسوع بالعالم هو جماعتي، صار في مثال الأعلى، صار في انتماء حقيقي إذا بدنا نقول، كل شيء أخذ معناه أسيس، المثال الأعلى صار هو الرب يسوع اللي هو ولا ممكن يخزلني ولا ممكن حدا يقشطني إياه، ولا ممكن كتير كتير ولا ممكن بعد بقى يقدر يغتاله، ما حدا بيقدر يقشطني إياه، قتلوه ولكن اليوم حضرتك شد برتبة شدياء بالكنيسة، هل تطمح أيضا أنك توصل للكهنوت ولا بدك تضل بهيدي الرتبة وعم تخدم مثل ما أنت بمحل ما إذا كان الكهنوت بحياتي رح يوديني لخدمة أكبر،
وقت باللحظة اللي أنا بكون جاهز فيها من كل النواحي إنسانيا وروحيا، إذا برجع بقول هو الذي سيؤدي بي إلى خدمة أكبر بكنيسة شعب الله، فأنا رح كون أكثر من مبسوط. ولكن إذا بده يوديني لمحلات أنا ما برغب فيها ولا هذا الهدف اللي أنا فت كرماله، أنا ممكن ضحي بكل شيء بس ما بضحي بخدمتي لربنا وخدمتي لشعب. أمين. قبل ما أعطيك الكلمة الأخيرة بدي أشوف ريم شو الآية اللي رح تتركها معنا اليوم من بعد الفكرة اللي حكيتنا إياها عن موضوع الخطية الرابدة. كان موضوع رح كون عم بحكي الآية رح تكون من بطرس الأولى الأصحاح الخامس والعدد 8، مكتوب اصحوا واسهروا لأن إبليس خصمكم كأسد زائر يجول ملتمسا من يبتلعه. اصحوا واسهروا، اصحوا واسهروا. أصدقاء المشاهدين، بدي أعطي الكلمة الأخيرة هلأ للشدياء جو عيد. جو، شو بتحب تقول لأصدقائنا المشاهدين قبل ما رح ودعهم، قبل ما تقول كلمتك الأخيرة وتكون ختام مع ترنيمة مع فريق أرني مجدك، الكلمة الأخيرة لضيفنا جو عيد، الشدياء جو عيد، أمين مسؤول البرامج أو مدير البرامج بجمعية الكتاب المقدس، كلمة أخيرة لألك ومنختم بالآخر مع ترنيمة فريق أرني مجدك. أول شيء بدي أشكر إدارة السادس هافن وحضرتك أسيس على هالاستضافة وكل فريق العمل. شكرا لك على كل هالمجهود اللي عم تعملوه، وبشكر ثقتكم انه تستضيفوني معكم، يعني وبعتبر حالي غير، يعني ما بستاهل انه احكي عن وجود الله بحياتي، بس ولكن بنعمته وبحبه المجاني لإلي اللي هو مش بس برجع بقول اختبرته بهديك الليله، هو ضليت عم بختبره ومشي معي يسوع هالمسيره كلها على قد فهماتي. وبعتقد انه مع كل انسان، مش بعتقد، انا على يقين انه مع كل انسان فينا في لغه الرب بيستعملها معه، في حدث معين بحياته هو مستعد يحكي فيه، بس بدك قلب عم بينبش وبدك دينين مستعدة، ولو ما عم بتفتش عن اسم يسوع ولكن عم بتفتش عن حب بحياته، أنا أكيد أنه الرب رح يحكيه ومستعد يسوع مثل ما عمل بحياته أنه يمشي معنا على قد ما نحن منفهم ويضل مطول باله علينا لنوصل. وأنا برأيي ما رح نوصل إلا لليوم اللي رح نحن نلتقى بوجهه، هناك رح نعرف قديه كل الوقت هو كان حاضر وقديه كل الوقت هو كان حب مجاني، حب أبوي بحياتنا، له المجد لأبد الأبد. صحيح. أمين. أمين. ملك الملوك وجلالك مال الوجود حوالينا، الجبال بتدوب قدامك، اسمك عالي يا فدينا، ملك الملوك وجلالك مال الوجود حوالينا، الجبال بتدوب قدامك، اسمك عالي يا فدينا، بالأنهار بتزقف لك كل الألم تعزف لك، ويا رب الكلمة منا كل الملوك تخضع لك، انت عالي فوق كل اسم مهما يكون، I'm not afraid.